السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو اليوم. كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بأحسن الأحوال. رجعت لكم بفيديو جديد، وهذا الفيديو جبت لكم أخبار جد سيئة. إن لله وإنا إليه راجعون. ببالغ الحزن والأسى بلغنا خبر وفاة الجاهلي سليمان بخليلي متأثرا بمضاعفات كورونا بعد دخوله المرحلة الثالثة من العلاج. إن لله وإنا إليه راجعون. ندعي له إن شاء الله يخفف عليه الله عز وجل ويثبته عند السؤال إن شاء الله يا ربي. اهتز الوسط الإعلامي صبيحة الجمعة بخبر رحيل الزميل سليمان بخليلي متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا، وذلك بعد دخوله المرحلة الثالثة من العلاج. وأعلن نجل الإعلامي سليمان بخليلي عبر حساب والده الرسمي على فيسبوك خبر الوفاة، وأشار إلى أن الدفن سيكون بعد صلاة الظهر في مقبرة قريدي بالعاصمة والتعازي بمقر سكنه. إن لله وإنا إليه راجعون. الذي حب يقدم له التعازي يذهب له إلى مكانه. هذا هو يعني الإعلان اللي عملوا أبو تعزية اللي عملوا نجل سليمان أبي سليمان بخليلي في ذمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق الله العظيم. إن لله وإنا إليه راجعون. هذا هو أول إعلان بلغنا من نجل سليمان بوفاته. من جانبها أعلنت قناة البديل عن وفاة مديرها. المدير العام لقناة البديل هو اللي أعلن يعني وفاة، وشكلت وفاة صاحب خاتم سليمان صدمة بين الجزائريين، إذ فقدت الساحة الإعلامية برحيله فارسا من فرسانها المغاوير الذين لم يدخلوا جهدا ليدخروا عفوا جهدا لتقديم أي شيء لفائدة الجزائريين. هذا كريم بوسالم. وداعا سليمان، وداعا أيها الأستاذ القدير والمثقف الراقي والإعلامي المتميز، رحم الله سليمان. لا حول ولا قوة بالله، رحمك الله وغفر لك وأسكنك فسيح جناتك. خسارة كبيرة، الله أكبر. إن لله وإنا إليه راجعون. ببالغ الحزن والأسى تلقينا اليوم خبر وفاة أستاذنا سليمان بخليلي، فارقنا إلى ربه هذه الصبيحة ونحن ندعو له يعني إن شاء الله يغفر له الله عز وجل وجعل مثواه الجنة. اللهم ألهمه الصبر والسلوان لأهله وللجزائر في فراقه. هذه كانت يعني بعض التعازي اللي قدمت من قبل الإعلاميين وكبار الإعلاميين للمتوفي سليمان. نقول له إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم بلغه إن شاء الله، ثبته عند السؤال وادخله في جنة الفردوس الأعلى. ودمتم في رعاية الله وحفظه.